ان شاء الله راح نزور بقى وراح نخليهم يتحركوا. بجوز انباء البنسمه جدوك تضعفي شوي من حكيهم وممكن يجرحوكي بالحكي وراح تسمعي اقتراءاتهم ويمكن يسبوكي كمان. باختصار راح تتعبي ولازم تحضري حالك لهالشيء. هو قد ما حضرتي حالك كل شيء راح يكون تاثيره عليكي مو منيح طبعا. اذا بدك فيكي ما تحضري بس بدي اياك تكوني واثقه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عملت ايه النهارده؟ تمام الحمد لله. ازيك يا بنت نجاة؟ كويسه. ترديش على التليفون لا سماح. كنت بنضف الحمام لقيته وسخ قلت ما يصحش. يا بنت انت مش عاتقه نفسك من خدمه البيوت حتى في يوم اجازتك؟ وماله برضه اما تساعد طالما قاعدين سوا نحط ايدينا في ايدين بعض عشان ننجز. واجب برضه اديني بعمل بنومتي على الاقل. وانت جايب معاك ايه؟ دي كروم بام. بنت سماح. نعم يا حبيبتي. عايزاني احشيها لك عشان تطفحي منها على الغدا النهارده؟ يا نهار ابوكي اسود، ايه اللي بتقوليه ده يا بت؟ اسالي يا اختي روحك وبنتك. وانا ساكته وصابره بقول هيتلموا لكن مفيش فايده. سامع بنفسك؟ شايف لمامه الشوارع بتقول ايه؟ مش كده يا سماح برضه. اسكت انت. عمالين تزلوا فيا وتلقحوا عليا بالكلام من امبارح وانا ساكته وحاطه بلغه في بقي ومشغليني ومحسسني ان انتوا اشتريتوني. الاقي ايدينا في ايدين بعض. هنقضيها استعباط لحد امتى؟ وماله برضه لما تساعدي مش بيتك يا سماح؟ اساعد فيها يا روح امك، انت مش شايف؟ قاعدين حاطين رجل على رجل وعمالين يقزقزوا في لب، ده غير الكلام اللي زي السم اللي بيتقال من ورا ظهري، وليه اختي في وشي مش هعضك؟ طب امشي نجري على بره، غوري نامي في الشارع اللي انت جايه منه يا بت، ثلاثة بالله العظيم ما انت قاعدة هنا. يا لهوي يامه. هتموي يالا، البت دي لو ما غرتش وديني ما اقبض لها. امشي انا. وعلى ايه يا حاج؟ امشي انا. طب اهو. يا بنت المجنونة الله يخرب بيت امك يا سماح. تلفزيون.